بفرنسا تسلق شاب بناية ليخلص حياة بنت. حكيم لبناني خلص حياة مريض على طيارة أمريكية. وانت بتعرف شخص عامل عمل بطولة؟ او كنت انت شي مرة من الابطال المجهولين؟ خلصت ناس عالقانين بالتلج عم يغرقوا من حريق، من حادث سير، من سقوط بناية، او حتى خلصت حيوان عالقان بمحل صعب يطلع منه؟ عبالك تضوي على عملك البطولة او على عمل حدا بتعرفه ليكون عبرة لناس تانية؟ بعت ملخص عن قصتك مكتوبة او مصورة ورقمك على النشرة TV @النشرة.com.